السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم. جزئيه الكوميونيكيشن او البروموشن، انا عندي اكتر من ابروتش اقدر استعمله في البلان بتاعتي او في كتابه الماركتنج بلان. عندنا طبعا الادفرتايزنج، البي ار، الغول الجديد، الديجيتال ماركتنج، بيرسونال سيلينج، السيلز بروموشن. دي كلها ارمز او عناصر او ابروتشز تقدر حضرتك تستعملها في الكوميونيكيشن بلان بتاعتك. خلينا كده نتعرف عليها و ازاي اقدر استعملها اطبقها في الماركتنج بلان بتاعتي. اهلا وسهلا بحضراتكم، مكملين رحلتنا هاو تو ديزاين ماركتنج بلان بشكل بروفيشنال وبشكل مميز وبشكل مختلف. معاكم دكتور محمد فتحي، وزي ما حضراتكم عارفين الايميل بتاعي طبعا متاح، كاتبه انا على اول سلايد، ثم اللينكات اللي ممكن نتواصل بيها سواء على لينكد او على جروب بلاستوما انكلستوما من خلال طبعا الفيسبوك. بنتكلم على الماركتنج بلان وبنتكلم على جزئيه التاكتيك الكوميونيكيشن، جزئيه طبعا اساسيه في التاكتيك، ازاي توصل للعملاء بتوع حضرتك. لو اتكلمنا على الماركتنج بلان اتفقنا ان احنا عندنا 6 خطوات اساسيه. بنبتدي الاول بالكمباني فيجن والكمباني ميشن، ثم بعد كده بتروح للسيتويشن اناليسيز، واحيانا بتحتاج لماركتنج ريسيرش توقف هذه الخطوة أو خطوة تحديد الأوبجكتيفز. بعد كده الاستراتيجي بمكوناتها سيجمنتيشن والتارجتينج والبوزيشننج وغيرها بقى من الجزئيات المتعلقة بالاستراتيجي اتكلمنا عليها، أتمنى حضرتك تتابع الفيديوهات. ثم عندنا التاكتيك، اتكلمنا على أكتر من جزئية زي البادجيتينج والبرودكت والبرايس والديستريبيوشن السيلز فورس تيم. دلوقتي بنتكلم على جزئية البروموشن أو الكوميونيكيشن، وبالذات يمكن عايزين نتكلم على جزئية مهمة جدا اللي هي السيلز بروموشن. فكر حضرتك ان التاكتيك كوميونيكيشن احنا كان عندنا اكتر من طريقه عشان اقدر اوصل بيها العميل. ممكن كان عندنا طبعا زي ما حضرتك عارف جزئيه الادفيرتايزنج، السيلز بروموشن، البيرسونال سيلينج، الدايركت ماركتنج، البي ار من الحاجات المهمه، الايفنت ماركتنج، البابليسيتي، الديجيتال ماركتنج، طبعا الغول الجديد اللي طالع. عندنا جزئيه السيلز بروموشن دي اللي عايزين نركز عليها في خلال هذا الفيديو. جزئيه السيلز بروموشن بيكون ليها اهداف معينه. ايه هو السيلز بروموشن؟ انت حضرتك الشركه بتقدم نوع من انواع التخفيض الوقتي، بيكون حاجه تمبرري طبعا، مؤقته بوقت معين، على اساس انك يا اما بتزود سميها ايه، ان العميل ياخد كميات اكبر من البرودكت، او ان العميل يجرب المنتج لاول مره على سبيل المثال، عملاء مثلا في سيجمنت مختلف او ما شابه، او ان الكمبيوتر بتاع حضرتك نازل بلونش جديد او برضو سيلز بروموشن قوي، فانت بتحاول انك تعمل كاونتر اكت للجزئيه دي. تعال كده نتكلم على الاوبجكتيفز. لو اتكلمنا على الاوبجكتيفز على مستوى الكاستمر زي ما حضرتك شايف كده، انكرج ترايل، خلي العميل يجرب لاول مره على سبيل المثال، او انكريز اليوزج، switching from competitor brand، switching to bigger strengths أو new formula للمنتج بتاعك. ممكن يكون الأهداف كمان encourage loading during the competitor launch، زي ما قلت لحضرتك واحدة من الاستراتيجيات اللي ممكن تطبقها لو الكومبيتيتور بتاعك نازل بأوفر قوي أو لونش جديد، ممكن تعمل حاجة زي كده. Identify new consumers، حضرتك بتدور على سيجمنت مختلف غير السيجمنت اللي انت كنت شغال بيها قبل كده. ممكن يكون improve الكمباني image، build loyalty بالنسبة للكاستمر، gain new market او new segment. احيانا كمان بالنسبة للجينيري ممكن يزود increase price consciousness وcreate a discount image، بمعنى ان انت عايز تخلق حالة من الديسكاونت او الخصم اللي في الماركت، وبالتالي الناس يبتدي تقول طب هو ليه الشركة الاوريجينال ما بتعملش خصومات خالص. ممكن يأثر بشكل ما طبعا، هنا لو الحالة عند حضرتك هنا بتكلم على جينيريك يعني. الديستريبيوشن على مستوى الديستريبيوشن كمان ليها اهداف، عندك انكريز الستوك ليفل، عايز تزود الستوك ليفل عند الديستريبيتور بتاعك، وبالتالي تقفل على الكمبيتيتور، او نيو لونش ستوكينج، فايت الكمبيتيشن، ريديوس السيزوناليتي اوف ديماند، سترينثن ذا ريليشن شيب. يبقى دي كلها اهداف انا ممكن اعمل سيلز بروموشن، تخفيض في وقت معين، الديستريبيتر بيستفيد منه وياخد من حضرتك كميات عشان احقق اوبجكتيف معين. على مستوى الريتيل الاوتليت اللي في الماركت، الناس اللي بتروح تشتري منها مباشره، اقدر ازود الترافيك، ازود العدد الكبير من العملاء اللي بيروحوا يشتروا المنتج لو طبعا عندهم رغبه ليه وعملت دعايه مظبوطه. امبروف البيرشيز فريكوانسي، انكريز البيرشيز كوانتيتي، ازود الكميات، انكريز الريتيل لويالتي للبرودكت بتاعي. يبقى دي كلها زي ما قلت لحضرتك نماذج انا اقدر استفيد بيها على مستوى السيلز بروموشن اوبجكتيف.
طيب ايه هي التولز او الابروتشز اللي ممكن اعملها في السيلز بروموشن؟ احنا عندنا اكتر من حاجه. في بعض الشركات بتعمل الكوبونات، انا شفتها يمكن في بعض المكاتب، حضرتك بتشتري بكميه معينه او عايز تهادي للناس كوبون مثلا، فبتروح المكتبه وبتشتري بكميات معينه، يديك هو كوبون ممكن تشتري بعد كده بتخفيض معين او ما شابه، او المكتبه بتبيع كوبونات عشان عميل تاني يروح يستفيد انت بتهديه مثلا يعني. الخصومات ريبيتس، انترتينمنت، الشركه اللي بتعمل نوع من انواع يوم ترفيهي او ما شابه تقدم فيه عينات مجانيه وحاجات زي كده. كونتينيوتي بروجرامز بنشوفها يمكن في شركات الطيران، لما يقول لك والله عدي كام الف كيلو وخد بعد كده ادفانتج معانا، ممكن تدخل مثلا في بزنس كلاس او ما شابه. باي باك، الكونتيست، المسابقات، الجيمز، السويب ستيكس اللي هي اليا نصيب، البريميومز، سامبلينج، احنا برضو السامبلينج بيدخل في الموضوع دوت، ان خد مثلا ثلاثة وعليهم واحدة زيادة، او يديك عينة صغيرة كده تجربها على اساس ان حضرتك تشتري بعد كده الكمية الاكبر او الحجم الاكبر وهكذا. التريد شو اكزيبتس احيانا برضو بيكون طريقة من طرق السيلز بروموشن. يبقى سيلز بروموشن زي ما قلت لحضرتك واحدة من الابروتشز المهمة جدا على مستوى الكوميونيكيشن اللي تقدر تستفيد بيها، بس خلي بالك ان هي بتكون مؤقتة، ما هيش حاجة ما تقدرش تعملها طبعا على طول وإلا هتفقد المعنى بتاعها. لازم تعملها preparation كويس قوي، لازم تشوف الجين من وراها، بتكلم على مستوى الفاينانشال يعني جين، وكمان لونج تيرم هل هيحصل اي حاجة، لازم اعرف هل ممكن الكمبيوتر بتاعي يقوم بخطوة مثيلة او خطوة يرد عليا بيها. يبقى كل الامور زي ما قلت لحضرتك لازم تدرس بشكل كويس قوي عشان اعمل الخطوة السيلز بروموشن.